عالسلامة، مرحبا بيكم في كوجينة هنداتي. فطور اليوم مبطن متاع جنارية. حضرت 500 غرام لحم مفروم، هذا لحم بقري. حضرت شوية جنارية، قطع معدنوس، بصل، هذا البصل الربعي. وهذوما كعبتين قارص باش نحطهم في الجنارية وقت ننظفها ونحي لها قشورها باش ما تتحالش. وهذا الفاح اللي باش نفوح بيه. عندنا ملح، فلفل ملحي، كركم، فلفل أكحل، هريسة، تابل، طماطم معجونة، ثوم، وباش نحط شوية جبن ملحي، زيت زيتونة. توا باش نبدا ساعة نفوح أكل اللحم. نحط شوية ملح، شوية تابل، شوية كركم، شوية فلفل أكحل، باش نحط شوية فلفل ملحي، نحط الثوم، هذايا ثوم مهرس، نحط شوية ماء باش نحل كل الفاح، ونخلط. اللحم هاني كملت فوحته، توا باش نخليه يشرب الملح والفاح. ما بينينا نظفتك الجنارية وقصيت البصل والمعدنوس. الجنارية نظفتها وقصيتها وفركتها بالقارص. المعدنوس نقصوه جويد، البصل زيد نقصوه جويد، والورق الخضر متاع البصل نقصوهم، راهو يبنوا برشا. وتوا اللحم المفروم اللي فوحته باش نحط له الجبن، هذايا الجبن الملحي. نحط البصل، نحط المعدنوس، ونخلط اكل معدنوس والبصل في وسط اكل اللحم. المعدنوس والبصل والجبن هاني كمل خلطتهم في وسط اكل اللحم. توا باش ناخذ الجنارية نبزع لها الماء متاعها ونعبيها بالحشو اللي حضرته. ناخذ الجنارية هكايا، ناخذ الحشو ونعبيها. كعبة هذي هاني كملت عبيتها، وكل كعبة اللي نعبيها نحطها في الطاجين. انا حضرت طاجين فخار، انا الجنارية المحشية متاع اليوم باش نطيبها في الطاجين الفخار وفي الفور. وتوا ناخذ بالكعبة بالكعبة حتى نكمل نعبيهم الكل. الجنارية مازالت لي كل كعيبة هذيا. الجنارية هاني كمل تحشيتها، توا باش نحضر الصلصة. نصب الزيت مقدار متاع 8 مغارف زيت. توا باش نحط لفاح، باش نحط شوية ملح، شوية تابل، شوية كركم، شوية فلفل أكحل، وباش نحط شوية هريسة. اللحم كيف فوحته حطيت له الفلفل الملحي والصلصة، باش نحط لها الهريسة.
نحط الثوم، هذا الثوم مقصوص. توا باش نحط غير فاطمه معجونه، نصب شويه ماء باش نحلك الهريسه والطماطم. الطماطم والهريسه تتحلوا، توا باش نزيد شويه ماء. الصلصه باش نخلطها في البارد ونصبها فوق الجناريه المحشيه. وتوا بعد ما تخلطت عندي الساقين نتاع الجناريه طريين، انا قشرتهم نحطوهم هكايا من فوق باش يطيبوا. باش نحط شويه بصل، وتوا باش نصبك الصلصه اللي خلطتها في البارد. والفور راني شعلته حطيته يسخن، عنده 15 دقيقة ملي حطيته يسخن. وتوك الجنارية نحطها تطيب في وسط فور سخون. الجنارية المحشية طابت وهني توا خرجتها من الفور، وهني توا باش نعبيها في الصحية. الجناريه المحشيه هاني كملت عبيتها وراني ذقتها، راهي جات بنينه بنينه برشا. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. بالسلامه وشهيه طيبه.